النهارده راجع لك بسمنتال بيور، النهارده راجع لك بمهرجان عجول، النهارده راجع لك بعجول جاموس شيرزي، النهارده راجع لك بسمنتال بيور، والنهارده راجع لك بيوم مش عادي، والنهارده بقدم لك مزرعه كامله متكامله، وهقدم لك سوق كامل متكامل، هقدم لك عجلات ايطالي، هقدم لك جاموس بصف النفوس، بس عايزك تدوس وانا ادوس وتقول مع السلامة يا فلوس. اللهم صل على سيدنا النبي. ادعمنا بصلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لايك وشير، هقدم لك ارخص سعر في جمهورية مصر العربية. والسعر بيبدا من كام؟ 12500. عامل لك زلزال على سوق بلدنا. اللهم صل على اسمعني من الاخر وانا تحت امرك. اسمعني وركز، نفض ودانك، نفض دماغك، هوريك النهارده عرض كله هدايا. عرض بكلمة معنى العرض. هنا تصلي على النبي تكسب. عرض الميدل، ميدل العرض ال20 عرض. العرض هنا صلي على النبي تكسب. ولو مالكش في المواشي اخليك تربي المواشي. يعني طلع فلوسك من تحت البلاطة. طلع فلوسك من تحت البلاطة. طلع فلوسك من تحت البلاطة يا عم خيري. يعني انت عايز تسمع من مشروعك صح؟ تيجي عند الحاج سالم ربنا يبارك، اقول جاموس رجاله شيرزي وبار سمنتال. يعني انت نفسك فيه؟ اقدم لك جاموس. ايوه اللي مش هينزل على اليوتيوب. اللهم صل على الفيسبوك. اللهم صل الا في مزرعه الحاج احمد ابو الحاج. عليك رجاله. دي العجله اللي امها ب 150 والده. تمام. دي العجله اللي امها بتجف في الطرف 10. اللهم صل على سيدنا. اربع حلبات. صل على النبي تكسب. اربع حلبات رجاله؟ يا عم عبده. النظام؟ ما بين البز بتاع العجله والجر يجرك الجاموسه ويفز. بين البز والبز؟ انا جايلك النهارده مش يوم بعادي. امال يوم ايه؟ يعني هتعمل لايك لوحدك ومش بس كده. امال ايه؟ راجع لك بالهولشتاين الالماني ولاد دي الاول. تمام. جالك بالسمنتال البيور. قول لك صباح الخير. جيب لك سلالتين. تمام. سلالتين والعمر النهارده كام؟ بعد كل ده عندنا صلاه النبي محمد. السعر اقسم بالله على قد الايد. على قد الايد. تمام. على قد الايد وعلى قد حافك مد رجليك. بحقيقه يا حاج السلام عصام محترم. سعر ببلاش. بفضل ربنا يا جماعه النهارده معانا مستودع عند الحاج سالم عجول. يعني انت نفسك شيء، انت نفسك فيه هتلاقيه. عرض بكلمة معنى العرض 10 عروض في عرض واحد. يعني كل اللي النبي صلى عليه في ايطالي. بقول يا رجاله ذكور ايطالي ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. خش في عرض حاج سالم. هنا مصدر الجمله. مصدر هنا بعرض لك كل يوم الراس. تمام. يعني عرض تبع من عرض ما تكررش مرتين. تمام معلم سالم. اقدم لك بقى سلالتين. كم حاج سالم السلالتين دول؟ اعمار 8 شهور. اعمار 8 شهور. يعني رزقك يا وبخيت. رزقك. بختك يا وبخيت. تمام. جايب لك واحده هولشتاين وواحده سيمنتال. تمام. النهارده عليك يا عم الجوز. النهارده عاملين كام؟ كام؟ مش هقول لك الجوز النهارده عامل 90,000 الجوز دول. تمام. زي ما بتسمع. اللهم صل على عند ابو الحاج سعر مغري. عند ابو الحاج؟ لعمر 8 شهور يا حاج عبد. كم حاج سالم سامح طولك؟ واحده سيمنتال بيور. ايوه. واحده هولشتاين. تمام معلم سالم. البهايم دي بيرضي الله متوسع جنيته النهارده بدلا من 45,000 السعر حكايه. شركه بس انا كلام بالله عليكم. هنا تصلي على النبي تكسب. إذا تصلي على الزين صلى الله عليه وسلم. إذا تصلي على النبي تكسب. تدعمنا بلايك توحد الله. كم عجل؟ صلي على المصطفى. كم عجل سعر سلطان دول؟ هقدم لك كشري يا عم هبط بدل من 90,000. ايوه. هقدم لك النهارده بكام؟ بكام؟ والله ما عندي 85,000. امال كام؟ ولا عندي ب 80. البهايم دي بنقطة الله قاطعين 67,000 جنيه. 67,000؟ 67,000. سيمنتال بيور هولستان الماني. 67,000 جنيه رجاله، قد ايه كده؟ تعمر بيوت يا حاج سالم. طب الناس بتسمع عليك كانت حلوه. والناس اللي بتدعمنا في صلاه النبي محمد. حاج سالم. بتدعمنا بلايك. ايوه. ما عنديش 67. طب حاج سالم. البهايم دي بيرضي الله ب 62,500. كم؟ ب 62,500. ورزقك يا بختك يا وفيك. رقم التليفون. رقم التليفون اللي عايز يحجز احنا بنعرفون يا جماعه. رقم تليفون 010-14-88-45-22. اللهم صل. لسه رجاله برضه، لسه رجاله
معنا مفاجأة إعلامية عند الحاج سالم، ربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب يا رب. خش حاج سالم. صلى على رسول الله. صلى وقول على السلام. اخبط خبطك. خير الكلام ما قل ودل. كم حاج سالم؟ اربع كرة وانتهي. تمام. مش هقول لك النهارده عامل 75,000. تمام معلم سالم. والله ما حصلوا حتى ال 70. كام؟ ولا حصلوا 67. لا 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 لا. ما عنديش 67 النهارده. كم حاج سالم؟ البهايم دي بيرضي الله للساده المشاهدين. ايوه. ب 62,500 جنيه. كم؟ ب 62,500. وعجبك العرض؟ هنا تحجز فورا. كم على سبت قلت؟ ب 62,500 جنيه. على كام يعني؟ اجلتهم ب 12,500 اربع كره وانتهي. اربع كره؟ وانتهي يا حاج عبده. اربع كره كده وانتهي على 12,500. النهارده اللي عنده خروف يبيعه ويجي عند الحاج سالم، كل يوم رجال السالف الطالع عند الحاج سالم في النازل. هنا تصلي على النبي تكسب. اقول يا رجاله، عجز يا كده يا رجاله 12,500 جنيه. ودي يا معلم. بتعمل كتاكيت. كم حاجة ست قلت؟ ب 62,500. تمام. انك تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. تعبني بريض وتوحد الله. لا اله الا الله. تصلي على الزين. صلى الله عليه وسلم. 62,500. اللهم صل على سيدنا. اه رجاله، عجل اهو من صغر عجل مجنس اهو. وربنا يبارك للمشتري وصاحب نصيب يا رب. وان عجبك العرض اعمل له اكسبلور وتوحد الله. قول لي رقم التليفون حاج. قول لي رقم الحاج تواصل على الجن البقى. رقم تليفون يا رجال حاج 010-14-88-45-22. صلى على رسول الله. عندك توصيل؟ عندي توصيل لجمهورية مصر العربية. تحول ابعت لك بهينة. تبعت عربون تحجز تاخد بهينك ماشي. انا بتكلم بالعربي. صلى على رسول الله يا عم عزيز. صلى الله عليه وسلم. خمس ذكورة سمنتال دبابات. رجاله ده بالله عليك انا وعلاه والله في حاج سالم اجمعونا كده بصلاه النبي محمد يا رجاله. الله يكون اللي صلى على رسول الله. شكل بس رجاله كده من التليفونات يا رجاله. انا تصلي على النبي تكسب. معلم سالم تعبان كده يا رجاله شكل بس كده يا معلم سالم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وحد الله. لا اله الا الله. تصلي على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. خمس ذكور نمبر 1. خمس ذكور رجاله هم؟ اقول موسع مع عبده. اقول رجاله تاسيس حاج سالم بقول لك اقول. اقول مرسوله رجع رصه عجل من صغره تأسيس. عجل سمنتال اهو تمام في عجل والقشطيه رجاله اهو. اللهم صل على سيدنا النبي. عجل زي كده تقدر تحسن بيه سيادتك ومصلحتك. ربنا يبارك للمشتري. يا عم عبده من مليار تمام في براون. اللهم صل. والقشطايم والخمسه النهارده بيضربوا نار رجاله. اقول مش هقول سردين لا عجل متقص الصح مش عجل رفيع لا. الخمسه يا عم عبده قسما بالله من رزقه. حاج سيبك مش حاجه نظيفه في دخل هنا نمبر 1. الله يبارك لك يا معلم. دلوقتي يا عم عبد لك الثاني اهو رجاله. عجل صغير رجاله اهو. عمره كام يا حاج سام ده؟ دي عمر 6 شهور يا عم عبد. 6 شهور تمام. بما يرضي الله دي تمام. عجل دي معنى كلمه عجل. كم يا حاج سالم؟ البهام دي بما يرضي الله يا عم عبد. اهو رجاله العجل اهو تمام. عليكم بتاع العجل رجاله اهو. الشاسيه بتاع العجل اهو رجاله. بص العجل عامل ازاي من صغره له كتانه. ربنا يبارك. كم حق سالم؟ صلي على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. البهام دي بما يرضي الله متواصل ذكرهم بدلا من 35,000. ايوه. وما عنديش النهارده اجمع عامل 32 يا عم عبده. كام؟ ولا اجمع عامل 30. تمام معلم سالم. ولا حتى عجلهم حاسه ب 29. تمام. بس عايزك تدوس. دوس يا رجاله كده. دوس صلاه سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وسط عجلهم 27,750. كم؟ 27,750. التوصيل كده عندك توصيل؟ عندي توصيل حالا. رقم التليفون 27,750. رقم التليفون؟ رقم تليفون 010 010 14 88 45 22 وكله من قلبه صلاة حب للنبي. ايوه. يدعمني بصلاة سيدنا رسول الله. انت كم؟ على 27,750. وده معلم سالم. العجل اتذكر من ده الواحد. الواحد. عامل 27,750. وده يا معلم سالم. الكبير بسعره والصغير بسعره. قول رقم التليفون حق سام فارق. هنا تصلي على النبي تكسب. انت قلت كام؟ تاني. على 27,750. ونحاجة عجبك العرض. دوس لايك حلو كده. دوس لايك حلو. قول لك حاجة سالم والله بحييك. والله رز رزو. صلي على رسول الله. طلع فلوسه بقى من تحت بطن حق سيد. تملى بتسع عنات ايطالي. ايوه. مش خليط ولا تلقيح. لا هديهم لك ايه البيور وهقدمهم لك من مصدر الجمله من مصدر المحي للنفس. عجي سالم اول ما تخش اضرب السعر بقى. مش في المحجر ب 40. ايوه.
ولا عندي انا 38 عجلتهم. ايوه. ولا ب 37 ولا ب 35 عجلتهم ولا ب 32 ولا ب 30. لا 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 لا. اتوسط عجلتهم النهارده. ايوه. بقسم النص ونص من المحجر. ايوه. عجلتهم 26500. 26000 و500. ودي يا معلم سالم هقدم لك ابطال طالب يور. ابطال طالب يور. وعشان خاطر متابعين حق سالم هنا تصلي على النبي تكسب. والناس المتابعين بتحبك. وحد الله الناس بتحبك حق سالم. انت عامل ازاي يا عم عبدو؟ رجاله قبل ما اتفرج الناس معاها اللايف كده تركز. الحاج سالم يقول لك ما فيش 26000 و500 يعني ناس تعاملنا بصدق ان محمد كده. طلع فلوسك يا عم خالد من تحت البلاطه كل يوم يا رجاله. الباب تزيد. عامله ازاي يا عم عبدو؟ اقول لك دي العجله الصح. اقول ما جنسها يا رجاله. لا تبيور يا رجاله. العجله لما تشوف الزمن بتاع عجله اختك يا وخيل وانطبق العرض يا حاج سالم. هنا تحجز فورا. تمام. واسال في المحاجر كام يا حاج سالم؟ هيقول لك هيقول لك عامله 42. تمام. بس في مزرعه الحاج احمد ابو الحاج. ايوه. من مصدر الجمله. واحده واحده يا حاج سالم. متحصلين؟ متحصلوا كلامك بتاع عبدو نص ساعه اللي ياخدهم ما يحصلهمش. كام؟ عجلتهم ب 26500. ايوه. وعشان خاطر ناس دعمنا بصلاه النبي محمد. ايوه. الناس دعمنا بلاك حلو. ايوه. هقدم لك متوسط عجلتهم 23500. 23000 500. ودي يا معلم سالم. صلي على النبي في اللديه. حاج سالم. على 23500 عجلتهم. 23000 500. طب الناس بتحبك بتتابعك. والناس اللي بتصلي على الزين. ايوه. دعمني بلايك حاج سالم. قول الحقيقة يا عم عبدو. قول يا معلم سالم. كله بقى يسمع السر الجديد معاك. كله يسمع السر ايه؟ بس كله صح صح معايا كده؟ لا صح صح معاك يا معلم. ايه يا رجاله؟ صلى الله عليه وسلم. ايه يا رجاله عينتها؟ عينة زي كده تقدر تحسن بقى سلالتك ومزرعتك. ربنا يبارك. مش 23500 كام يا حاج سالم؟ فهمت دي اللي ترى البيور. ايوه. على 22500 كام؟ على 22500. 22000 500. ايوه دي يا معلم. صلي على رسول الله. كم؟ على 22500. ايوه دي يا معلم. العمار بتاع جبتهم الواحده ب 22500. ونعرف الاحمر خمس شهور يا حاج عبده. تمام. تجنيس من عالي تجنيس ربان. اه يا رجاله 22500. شوف يا رجاله عامله ازاي كيف؟ رومي. عاوز عقول يا رجاله موفنه اهو. ربنا يبارك. وان عجبك العرض هتكون كسبان جدا جدا. ده معلم سالم. فاتك العرض هتكون خسران جدا جدا. تسع رجاله هما؟ التسع احسن من بعضيهم. قلت كام؟ على 22500. رغم الكلام انا حاج سالم. خبطه جويه. ايوه. من ارض المنوفيه. اللهم صل على النبي. قريه عرب ابو ذكري. ايوه. على 22500. على 22500. يا حاج سالم انا عايز يعكس منك تواصل معاك. على دماغنا صوات تمن يا عم عبده جرجة وسغولتي وخليم والبني ودار السلام والصومعة شرق والجليوبية وشبيل جناطر واهل السعودية المختلفين. ربنا يوم سالمين غلمين لعبة صاد يا حاج سالم. على دماغنا الدنيا بحالها 27 محافظة عدنا. الناس بتحبك يا حاج سالم اتبعك. على دماغي من فوق فكله من قلبه ذرة حب يا عم عبده. معك على البث يدعمني بصلاة النبي محمد. ايوه. ودعمني بلايك لهذا الفيديو حق السلام. عايزين عايزين نفسر على سيدنا عبد في الخسران. الفتك العرض يا رجاله ما يعرض ده لسه رجاله برضه لسه. هنزل لك كده خبطه جويه. خبطه يبقى ايه؟ خبطه جويه توجع. خبطه جويه من ارض المنوفيه. ايوه. من ارض ذهاب الجبل. اللهم صل على سيدنا. مش هقول لك عجلهم عامل 17500. امال ده حق سالم. ولا حتى عجلهم عامل 16500. ايوه. دول يا عم عبده 14 ذكر. 14 ذكر. 14 دبابة منوفي. تمام. ورزق رزق الارض يا عم عبده. قول كلها دي ما رجاله اهو. ربنا يبارك حق سالم. 14 14 دبابة. تمام. ورزق النهارده المشتري. كم حق سالم 14 دول؟ صلي على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بارض الله. تمام. اجلهم النهارده بدلا من 17500 انا عامل لك زلزال. ايوه. بتوسع اجلهم ل 14 خبطه واحده. على 15500 يا عم عبده. طب الناس حابه تتابع حاج سالم. الناس دعمنا في صلاه النبي محمد. ايوه. ولا على 15500. تمام. ال 14 دول. ايوه. عامل لك عليهم ضربه جويه على 14500 اجلهم الواحد. اللي عايز يلاقي منهم هبيع له، عايز خمسه هبيع له، اللي عايز ده 14 من رزقه يا عم. يعني فعلي زيت كام؟ فعلي زيت كام؟ في زيت 500 في منه 500. في زيت 500 وفي اللي 500 رجاله. من عجبك العرض احجز صورا عند الحاج سالم. 14 فرصة لا تتعوض.
لا تتكرر. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك للمشتري. المشتري حق 14500 حق سعاري. تمام اجي عم الساعه معك تاسيس. تمام على الساعه تاسيس لعولدي بنت جيل ثالث من العجله. العولدي جايين المزرعه واحده. العولدي حصل مكان واحد يعني 14 راح نفتح لهم مشروع ان شاء الله. طلع لي بيت 1100 ان شاء الله. في الغلو ده كله انا بقدم لك سعر. معنى كلمة سعر؟ كلمة سعر معنى كلمة سعر. وربنا يبارك المشتري وصاحبه نصيبه رب. 14500 عجلهم الواحد وانفتح العرض. هتكون خسران. هتكون خسران جدا جدا. الله يفتح حق سالم. كله من قلبه صارة حب للنبي يدعمني صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عجبك العرض دلوقتي عند توصيل حالك. وين رقم التليفون؟ احجز تحت امرك بالحاج. رقم التليفون حق سالم. التليفون 010 23 65 10 76. الجنوبية كلها عم عبدو عرسنا فكله سمعنا صوت النبي محمد. الجنوبية انا ده بسمعهم صبح عليك. تمه تمه. حي ايه؟ اروح كل حته رجاله. حي معلم سالم. حي والله معلم سالم بحييك. صلى الله عليه وسلم. عمونا كام صوت النبي محمد رجاله. بالله عليك اي حد يشوف المال الطيب ده كله يدعمنا بصلاة النبي محمد. اكتر من كده مش هقول لك بس. دوسوا كده يا رجال دوسوا معانا على النفوس حق سالم. هقدم لك لسه مزرعه كام عندي خير ربنا ياما. تمام معلم سالم. هقدم لك بقى ايه؟ ايه؟ ثلاث ذكوره براون. ثلاث ذكوره؟ براون. الاعمار بتاعتهم؟ الاعمار 10 شهور. الاعمار 10 شهور تمام. اقول دبابه. تمام. مش هقول لك سنه وشهرين لا. انا بص مصداقيه امان. الله يبارك. اقول لك حاجه سالم معلم سالم؟ اقول شبعانه. شبعانه. انا بصلي على الزين. والثلاث دول يا عم عبده بما يرضي الله. في توصيل عند الغربيه؟ عندي توصيل اي مكان. عايبك عرض هنا بالحج يا مدير. هنا بالحج يا عم عبده. حج سالم فرج حج 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 ثلاث كوره رزق المشتري بفضل الله. تمام معلم سالم. يا عم عبده انا رجال من صغره قاعد مجنس سجلاه. ربنا يبارك للمشتري وصاحب نصيب رب. اقول اللهم صل على سيدنا النبي. تصفي النفوس. اقول ثلاث ذكور نمبر 1. اللي عايزهم يا عم عبده من رزقه. تمام. فكله من قلبه صار حب للنبي صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. البهايم دي بما يرضي الله متوسطه كرم بدل من واحد من عجلهم. ايوه. مش هقول لك عاملين 120. تمام. ولا عندي 115 ولا عندي 110. مال كام؟ اقدم لك الثلاثه في حد دول عجلهم النهارده 34500 جنيه. طب الناس بتحبك بتتابعك. الناس طلع رسول الله. ايوه. اقدم لك الثلاث في حضري يا عم عبده ب 100000. ثلاث كوره؟ ثلاثه ب 100. قول رقم التليفون. اللي عايزهم رزقي. تمام. تمام؟ اللي عايزهم ب 100 رزقه. رقم الواتس حق سالم. 010 14 88 45 22. دعمني في صلاة سيدنا رسول الله. والنتائج بكام بقى؟ قدمت يا عم عبده ب 27500 هولستاين دي. 27500 تمام. قدمت لك هنا نتايتين. ايوه. واحده هولستاين. تمام. وواحده سيمنتال. كم حاج سالم بقى؟ مش هقول لك عاملين 50. تمام. ولا ب 48. كم حاج سالم؟ 47. كم يا معلم سالم؟ المهم دي ب 44500 يا عم عبده. ب 44000؟ 500. فتصلي عليه في الذي اللهم صل على سيدنا. على مجموعة عرض هنا بالحجز. تمام معلم سالم. خش معلم سالم في العرض تاني. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبع دبابات. سبع دبابات ذكور وندي. خمس ندي رجال ودكرين. صلي على الزين. صلى الله عليه وسلم. سبع جنبهات. ضد دكر رجال دكرين وخمس اناتي بهايم منوفي. الاعمار بتاعتهم حق سالم. بس عم عبدنا. ربنا يبارك حق سالم. لسه رجال معلم برضه 10 ناس تانيين خليكم معانا بس رباش. سمع 10 و20 وبعدين كل خير. تمام معلم سالم. اللهم صل على سيدنا. رقم واحد يا عم عبد انت يا باشا معلم يا عم عبد. واحد تمام. رقم واحد انتهي. اثنين. اثنين ذكر. ثلاثة ذكر. ذكر. أربعة انتهي. تفاحة. يعني خمس ستات. مش هقول لك النهارده تحيتهم بتاع عروض بتاع 22. أمال كام؟ هي بابا الشغلانة يا معلم. بابا؟ هنا سير الشغلانة. رقم ستة فيل، رقم خمسة فيل. خمسة؟ فيل. تمام. عجل عاملة ازاي منوفي. اللهم صل على سيدنا. يعني دبابة. يا معلم سالم. رقم ستة. هنا تصلي على النبي تكسر. صلى الله عليه وسلم. رقم سبعة بعد ما تصلي على النبي محمد. بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد. الجار هنا عامل ازاي يا عمارة الأجلة؟ أجلة رجالة يعني أقول سبع تفاحات. طب أنا عايز العرض. السبعة دول. تمام ده يا معلم. اللهم صل على سيدنا. السبعة دول. تمام. مش هقول لك النهاردة حياته عاملة 25. تمام. ولا ب 24 أجلة يا عم عبد. كم حاجة؟ كام؟ البهايم دي بنرضي لسعر نهاية السبعة. متوسط أجلة من 24
عامل لك تخفيض عالمي عجلتهم عامله 18 ألف جنيه يا معلم. ودي معلش سالم عجلتهم ده في التاب 18 اللي عايز منهم ينجي منهم اللي عايز ينجي السعر بيختلف في كبير في صغير وده عامل صلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم السبعه دول احسبهم سبعه في 18 انت كم عامل حق سام سبعة في 15 ب 105 سبعة في 3 سبعة في 3 اللهم صل عليك يا نبي احسب كده قد ايه خمسة في 3 خمسة في 3 عم عبده 15000 15 21 عامل واحد 121 لا حق سالم 126000 126 يا معلم رجاله 126000 العرض ده البطل من ده رجاله 18000 وانا عجبك العرض يا رجاله دوس لك حل والتعليق العرض تبعت لي عربون احجزه لك رقم التليفون حق سام اتصل معاه التليفون دلوقتي 010 010 14 88 45 22 نخش يا عم عبدو عشان الجمهور شير الزيت جمهور طب خش في عرض حق سام تعالى عندي بس كده تمام العرض ده يا رجاله لا لا تقابل في الطوال تمام صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 نادي منهم في بهام كلها ورا وقدام اللهم صل على سيدنا البشر العرض هتكون خسران لما يرضي لي حاج سالم سلعه محترمه والسلعه اللي جدول عماله كبيره يا رجاله مش هقول سد لا هو هنا مسلح يا رجاله عجلات الارض بتاع العجل يا رجاله ايه مش هقول رفيع لا تيجي هنا تاخد مصدر الجمله ذات نفسها تمام والتفاح تمام 10 مش هقول لك عليه 205 حاج سالم دي سعر حلو كده 10 مش ب 200 تمام ولا هقول لك ب 190000 اللهم صل على سيدنا ولا هقول لك جبت معانا 19 اللهم صل على سيدنا ولا ب 18 ربنا يبارك ولا ب 17 مركب حق سالم ولا ب 6500 لا 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 راح فين؟ ال 10 دول انت بدل اللي عايزه كام بقى كام؟ اللي عايز يحجزه دكتور على الله حالا اللي عايز يحجزه مش ب 180 ولا ب 170 يا عم عبد كم عبد دي ب 156000 بكم؟ 156000 ولا عايز ابنك توصل عجلتهم 15600 15500 جنيه يا رجاله 15600 وانت بقى العرض حق سالم انت هتكون كسبان جدا جدا ولا عايز منهم اتنين حبيبي العرض مش زي بعضه تمام في كبير وفي صغير حبيبي معلم سالم 10 ب 156 وهنا يا عم عبده بالحجز الحجز صلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم خش حق سالم في العرض وحد الله لا اله الا الله قدمنا دبابات دبابات رجاله خليكم مع بس مش رجاله وقلبك حب سيدنا النبي ادعمني بصلاة ده محمد قول لك حاجه يا معلم سالم ثلاث تفاحات ثلاث تفاحات يعني ياخدهم رزقه اربعه حق سالم اربعه تعال عندي كده رجاله تعال خد يا معلم رجاله رجاله هتروح عند الحاج سالم رجاله اربع دبابات اربع والاربعه رزقه ساعه مع عبد الرحمن ازاي شيرزي الله ربنا يبارك يا معلم سالم اقول شيرزي اللهم صل على سيدنا نحجز اللهم صل على اربع شامبوهات اربع اثنين شيرزي واثنين ايطالي وش عينها سمح لك كيف اديتها العجله الحنان عيوش السمح صباح الخير يا مصر دي عجله ده رجاله اتعمر بيوم شيرزي واثنين ايطالي يا عم عبده بيوم يعني تقول اثنين دول اثنين دول تمام اثنين واثنين اللي عايز اربعه بعمله تمام اللي عايز اثنين واثنين بعمله يا معلم سالم اللهم صل على سيدنا صل على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم قوم يا طالب يوم اللهم صل على اربع حلواتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشر باب العم عبده خش التاني حق سالم صلي على رسول الله يا عم عبده صلى الله عليه وسلم عمر سبع شهور عمر سبع شهور تمام هينزل النهارده في لك النهارده على ال 5000 جوز دول تمام الجوز ب 85 كم حق كم حق سالم ولا عاملين حتى 80000 البيان دي بنرد لله النهارده عاملين 58500 الناس بتحب متابعك الناس دعمنا الشرف النبي محمد ايوه سايب 5000 ب 53500 طلب يوم كم؟ ب 53500 والعجب كان عرض حق سالم انت هتكون كسبان يا عم عبده قول رقم التليفون فورا يا عم عبده العرض ده عرضين العرض عرضين ربنا يبارك يا حاج سالم 53500 قرر ايه يا رجاله ايه؟ الشخصيات على العجله انا عندك عجلتين يبقى عندك يا مستر اخر السنه ب 53500 اللي عايزهم دلوقتي اقدر ابعتهم له اي مكان بتاخد لك خد بقى بتاخد اربعه خد لك جوز احسن من اربعه ما يرضي الله خش بقى عند بدري عم عبد الله خش بقى شيرز يا رجاله اهو شيرز يا بيور عجز بار البزاز طلع لك بيور جاموس الله يا عم عبد بيور تمام بص يا باشا يا جامد الزكي اربع علامات يا رجاله يا باي مسطر يا رجاله يا باي اللهم صل على سيدنا النبي يا اخي انت بدك الجد تمام خد الحلو واقعد جبال لو خلص كل من جماله تمام انت هنا لو خدت المشاروع وقت ما تبيع
هتقعدوا في الشمس وتقعد في الضلة. تمام. وهتبيع له من لسانك. فدول سلالتين. تمام حاج ياسين. تمام. دباباتك كده يا عم حاج. اهي. تمام. يعني اديني رجاله. مصطفى. اتنين واتنين رجاله هم. اللي عايز يحسن سلالة يا عم عبد الله. اللهم صل على سيدنا النبي. اربع حلبات رجاله. اربع حلبات. فانا اشوف حاج ياسين اتمس عليك. دماغنا الفاشل كده. اللهم صل على سيدنا. اربع حلبات رجاله هم. اربع حلبات. اللهم صل على سيدنا النبي. بص يا عم عبدو. تمام. كمان البز والبز يبرك الجبل ويفز. كم حاج ياسين السبع طلبه دول؟ انت بيرضي الله. الاثنين دول. علي 100,000 الجوز دول. مكان. ما عنديش 100. شو عينك عامل ازاي؟ اجله. عندي الكوسه عامل 90,000. لا 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 راح من حاج ياسين. ولا عاملين 85. تمام. بس دوس ولا دوس. الكاميرا اللي جايه والله سامع عليك. حاج ياسين الكاميرا اللي جايه الكاميرا بالله عليك. ظلمه والله. والله الكاميرا زلمه صحيح. والله زلمه يا جدع. الطبيعه تربو. الطبيعه؟ هم عم تفاحتين يا عم عبد. بمرض لا رجاله مش احسن من كده؟ يا عم عبد تفاحتين. كم حاج ياسين الاثنين دول بقى؟ بقول لك عاملين 85 ولا حتى عاملين 80. كام؟ هتيجي اموت بصف النفوخ. كام على رساله؟ صلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. يا عم بلاك حلو كده يا عم. البام دي يا عم عبد بيرض الله ب 58,500. 58,000؟ 500. ودي يا معلم سالم ب 58,500. ولا عايز منك العرض ده يا معلم سالم؟ عايزهم يقول لي عايز العرض بتاع الضله. بتاع الضله؟ بتاع التكييف ابو 58,500. تحجز ابعت لي رقمك ايه بقى؟ هقول لك حاجه يا معلم سالم. رقم تليفون 010 010 14 88 45 22 المكان المنوفيه جوسنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج احمد ابو الحاج مصدر الجملة ومعانا ضيف ابو حسنين حجي عبد الحسن خلي بالك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العمدة بتاع المنوفية العمدة بتاع المنوفية برضه المنوفية تبعنا حاجة حبيبي يا معلم سالم والله بحييكوا على الصلاة المحترمة عاملها حجي احمد عسل المصداقية كلها هنا المصداقية خلي بالك اللي عاوز يشتري يجي عند الحاج احمد ابو الحاج من ابو اخر كده مفيش بعد كده كلام ومفيش بعد كده سلام من ابو اخر كده يعني من ابو اخر حاج محمد بن سلمان سالم ابو الحاج وكل العرب على دماغنا يا معلم والمعلم احمد ابو الحاج اي حد هنا يا عم عبد والله الشمس ولكم يا معلم سالم وهنا تصلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم عايزك في التالت صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزك تعمني بلا تشجعني بالله والشيخ يعني تغرب حياة تصلي على المصطفى اشكرك حق سالم وتعمل لايك يا تعمل لايك صغير كده يا عم لايك صغير كده شارك البث ازاي وتصلي على رسول الله وتعمل تعليق في الصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال محمد يا تعمل لايك حلو كده كيف الزباله لايك صغير كده يا عم عبد لايك وتصلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم هتصلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم انا عرض لك كل جديد تمام تعمل بلايك شجعنا بلايك كده شجعك بكل حلو انا عملت لك حلو هيبقى حاجه حلوه قول يا معلم سلام شجعني بلايكات الله يك رجاله معلم سلام الله يك رجاله زويا يعني البث لف البث مباشر يلف العالم كله الله يك رجاله بص اهو اهو رجاله اللهم صل على سيدنا النبي ربنا يبارك للمشتري شاركوا البث رجاله ازاي شاركوا البث علامه السمع عندك ايه اهي اللهم صل على سيدنا النبي اهو بص رجالة عندك مجموعة المشاركات رجالة مجموعة المشاركات عندك المشاركات اهو على الجروبات عندك يعني زي كده نشر رجالة ولك نشرة اللهم صل على سيدنا شارك البث عايزين بس نلف العالم كله وانا صفحة ان شاء الله اخدها اشكركم حاسس معاكم معانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته